ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عارف يا ترى ايه الحاجة اللي نفسك تحققها؟ لو عندك اصبح علاء الدين تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجة اللي نفسك فيها اكتر من حاجة تانية في حياتك؟ الحاجة اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا 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 تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجودة فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجة اللي نفسه فيها. السبب ما بيحطهاش في الفعل، وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظة ويبدأ يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجة، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حرامية الأحلام. حرامي الأحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون أخواتك، يقولك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول أنا عندي حلم، ممكن أعمل ده، ممكن أحقق ده. عشان كده هقولك على حاجة، خلي أحلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب أسبابها. وهنتكلم شوية شوية إزاي ناخد الحلم من مجرد فكرة ونحوله لاحتمال ونحوله لإمكانية ونحوله لاعتقاد ونحوله الفعل ونحوله التخطيط ونحوله الواقع. هناخد أحلامك وناخد كل اللي تعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لأن إيه الغرض من اللي احنا بنقول ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب متعاوز إيه؟ إيه الحاجة اللي نفسك فيها أكتر من حاجة تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجة مهمة جدا، لو في أي إنسان حقق أي حاجة أنا وإنت ممكن حقق، بس في شروط: قرار، رغبة، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل، تقع توقف لغاية انت لغاية ما تحقق حلمك، زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر. والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما اجي اقولك ان الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما اجي اقولك ان نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العالم، نافورة الأمل لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة أنا وإنت ممكن حققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله إلى واقع تعيشه زي ما أي إنسان في الدنيا عايش حلمه. أنا وإنت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الأحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك، الموبايل في إيدك،
كان حلم واحد في يوم من الايام. الإليمة المومبلا كان حلم واحد من يوم الايام. السياره كانت حلم واحد من يوم الايام. تعال بص مثلا هنري فورد عشان خاطر يعمل حاجه اسمها التي، التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين ما حدش يتعامل معاك، 5 مرات قعد يتعامل 5 مرات ومع ذلك برضو عملها وصلت. وقال لك في يوم من الايام لما ابقى مليونير هعيش مليونير، لما ابقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمره 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانيه في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانيه في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك خليه لنفسك ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه حراميه الاحلام، حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشي ده شيء اكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما ومن المحيط العائلي من المحيط الاجتماعي من المدرسه من الاصدقاء من وسائل الاعلام من حد قال لك حاجه من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك من انك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكأني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعًا محاسب لأن عارف ورا إيه، فلما أجي أفكر تاني حاجة الخوف، الخوف من أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقول لك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقيه اطلاقا. الخوف اللي موقفك ده اسال نفسك سؤالين، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي؟ وانا حاططها في الفعل، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي؟ وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ لان ساعات اللي يوقفك مين؟ انت، انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عمال تقول لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه، هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا، وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده وبس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخليه. خد بالك من التحدث مع الذات وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجه في الفعل لان ممكن افشل، الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي اصناف من الخوف المرضي. اسال نفسك ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف، وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش غير من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكره عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هديه من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجه جديده، عشان يحركك اكتر، عشان يخليك اقوى. فبص للخوف في عينيه وقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر تاثر عليا زي ما اثرت عليا قبل كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجه السابقه، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجيه. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. انا وانا مسافر على كندا واحد من اصدقائي قال لي هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبه، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معانا هنا بلا خيبه انت، وتروح كندا ودرجه الحراره 30 و40 تحت الصفر هتنشف هتتجلد. عارف الانسان الجليدي هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصليش حاجه.
ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد المنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي، عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا، لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن مخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك المؤثر الخارجي هذا لمصلحتي، هل ممكن اتعلم منه حاجه؟ قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع اتعلم قيم عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في البينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لنا، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها، لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم من اول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه؟ لما كل واحد يقول لك ما تقدرش، على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه انت كمان ممكن تحققها. مين ممكن يمنعك؟ انت. انت بتمنع نفسك لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في الكلام الفاضي. كلنا 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 متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه، الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه، وتاني ما بيعملش حاجه، طول النهار بيشتكي، يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبه. يا راجل انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكريني مش عارف ايه. كل ده اعصار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجه، فما تقعدش تشتكي، لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدا حطه في الفعل شويه شويه، هتبص تلاقي ان نافوره الامل هتبدا تحتويك انت كمان، لانها فعلا 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 لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغايه ما اشوفك المره الجايه طلع ورقه وقلم، اكتب احلامك. عايزك بس اكتب 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 من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجه، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تدي مقدر، بس ورقه وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي. هقول لك على حاجه اسمها الدوره، دوره الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله بنشوفك في المحطه الجايه من الطريق الى النجاح. هنتكلم على هذه دوره النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعه ونحطها في الفعل ونحول الحلم الى حقيقه وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغايه ما اشوفك المره الجايه افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بدايه الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بدايه النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بدايه النجاح، وافتكر ان الالم هو بدايه الراحه، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيله. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما. ده انت، ده انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط. طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش عارف عيش عيش جواك وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. اقرا، فتش، دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بطريقه افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.